بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهان تيم بآدي آد بلدين سلامة دادك الصومالية هل كان يجرى ولا ليال مركو كوبات ما انتو حربان انك هذا قد بآد مهموها كاسو قصية لن يرد دل كان مرايك نكوص قارهان قول كان من يابلس إيا مرايك كورنبا انت اسكب بعدي أرنتان عربان انك هذا آد بمهمي طهي قف قصتو هل كان كجرى وحان ربا إن أمقال كان سيشار كريم ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من المال الذي 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 يجب ان يكون هناك ويلا أن إن دتك إلا الجنايين جلوه دي أي مرت أي سحمل وين لبو إنه ينكي صدق لأن قاد كذا صدق أو أحتمد قطب كقدرنا أه إن أي إسكب الحين وين لعكت لوير كسي ورقة الشقذا أما سيلم كلوح حريه صدق ودك سنتين قفك ورقة الشقذا ما حري سنكر إلا لوير كقص لوير كأي الشقذا سكون كنا لوير هذا نوحي مريان لعك عدو فضبه أفر بدن شنكم يلحكم يوحي كسي بدن وماشي أوي ران كسوق مركا هذا هو حال الدوان قليه متك من ذا أني رادي هذا جنوري يوحي كدم بيسوق قلي إنه مسكحي نسكون حضرت ضد سمو تاس أو السبب النقطي إلهي قدر تسجون ولكن السبب أي النقطي إنه حسابه نسكون نفسه أو عقبته والله كل ما يدر كيف اللي يوحي كدم والله كل من تاسوس كان تي إن قفكي أسقط الدرسمو كت مركب عندي كوع كاتي جيفك كوع كاتي لعكت لوير كوسكب حناي حل ده هي وسكب حناي أي كوع كاتي لوير كلعك بضمه والليح كنا يويح كبره سجى ورقة الشقادة كوع حرينا يا سالم كنا كوع حرينا أنت أسكت صعط ورقة شقادة كسرينا سمرها تاسوا حي سبب نقطي إن أي مسكحيا قال يرضى كارس قط الدرسمان وإصلاح الله تنك لو حواي قف والبا مركب دل كي يمدي هير بكسود دقي واحد ردد aan dadkoodi ka soo horeynin oo cid ay ku soo dagaanan haysanin masajidada qaar kood jiifta oo aniga aan ogahay maalinta California ka imaaday wiil isla soconay cidna kamayna soo horeynin masajid ayuu iga leexday wuxuu iga diiday inaan israacno waad ogtihiin qof halkaas soo maray wuxuu shoonayaa ma dhigi karo waan baahanahay dibkaas ay haysta laakiin marxaladaha kala duwan ee diwaan gelinayno ayay kamid tahay taas marka walaalayaal Soomaali waxaan ku codsanayaa muqaaladan meel fog la gaarsiiyo dhalinyaradaasna loo sameeyo sidii lagu garab istaag lahaa ama lagu caawin lahaa waa dadkooda ay ka soo horeen ee lawyerka iska bixin kareen ee 8 bilood 9 bilood 6 bilood 7 bilood jooga halkan ee maxal dhahay caqabadaha adag ay haystaan walaalayaal dhalinyarada hal badbaadiyo qabiil waxba ma tarayo qaranimo aan ka doorbidno islaamnimo aan ka doorbidno dadnimo aan ka doorbidno dadkaasna aynu garab istaagno aynu caawin waad fahanteen umaleena walaalayaal arintaas waa arin aad u adag oo iyadana maxal dhahay baahan in si fiican